المكان قرية أيد بوعدة، الزمان صبيحة اليوم، المناسبة ترقب وصول مايسترو المنتخب الوطني ياسين إبراهيمي إلى مسقط رأس أمه بأعالي بلدية عزازقة، والغاية هي إسعاد شباب القرية المتعطشين للسير على خطى نجم الخضر، نجومية تعدت حدود الوطن بفضل لعبة كرة القدم، ولأن اللعبة الأكثر شعبية في العالم تمارس على الملاعب وبهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة، حمل نجم بورتو البرتغالي على عاتقه التكفل بتقديم هبة مالية لإنشاء ملعب ذو طابع جواري ليكون متنفس شباب أيت بوعدة، مع إعادة تجهيز مستوصف القرية بأحدث المعدات الطبية. Pour moi, c'est une immense fierté d'être là aujourd'hui, d'être présent avec ma famille. Voilà, c'est vrai que c'est pas un jour comme les autres, même si c'est pas la première fois que je mets les pieds dans ce village à Aït Bouada, qui est le village de mes ancêtres. Donc voilà, c'est une immense joie, une immense fierté. الاستعدادات بدأت منذ الساعة الأولى، والحدث حضنته ابتدائية القرية التي شهدت حضور المئات من سكان القرية لمشاهدة صاحب الأصول القبائلية المنيعية، أين أقيمت على شرفه مأدبة غذاء جماعية على الطريقة القبائلية. Pour nous c'est très très important. نلاقى فرنسا تزود فرنسا تزود زاري فرنسا مي ثمر سنر اون لا با اوبليي اي اون بو با لوبليي. نفرح يسبون انا قرب هذا الله فات لي سرسن دهنا يكسن الشده اذا درتي زعما مره غادي هنا ربي ياكل نفكار بالصحه. ابراهيم الغائب عن اولى مواجهات الخضر في مشوار تصفيه كان 2017 امام منتخب السيشل بعدما اعفاه غوركوف جراء الارهاق، تجرد من كل رسمياته ووضع نفسه وجها لوجه امام اطفال القريه بعد اعطائه انطلاقه شرفيه للماراثون بادرة أفلتت صدور أهل القرية المنعزلة. Évidemment, cet événement a été un déclic d'une simple visite de la maman de Yassine. Il nous a dit qu'il avait l'intention de faire un petit repas pour le village, pour les retrouvailles, parce que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas là. Inch'Allah, les activités, هكذا هو إبراهيم يخطف الأضواء أينما حل وارتحل، لكن زحمة ارتباطاته لم تنسيه الجانب الإنساني. قرية أيث بوعدة جاء دورها لتستفيد من مشاريع ياسين إبراهيم من خلال إقامة ملعب ومستوصف ليستفيد منه شباب المنطقة. من قرية أيث بوعدة بعزازقة، أمين بالمهني، لجزائر نيوز.